الآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للعميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي. حتى التي تكلت المخازن تدمير كل المخازن الأخيرة في ليبيا، ولكن لم يدمر عقولنا ولم يدمر الوطنية فينا. هذا الأمر دفعنا اليوم نقول لكم أن بنغازي هي مفتاح ليبيا، بنغازي هي قلب ليبيا النابض. اليوم تعيش في سرور وفي فخر بما قدمه رجال الأبطال القوات المسلحة. الآن القوة التي كانت تتكون من أقل من 300 رجل اليوم وصلت إلى حوالي 63,000 مقاتل. 63,000 يمثلون الخبرة العسكرية سواء التكتيك والتعبية أو الاستراتيجية أو في الأمور الفنية والهندسية أو في التدريب. لقد دربنا آلاف جنود الآن أدخلوا الخدمة، ودربنا كذلك طلبة في الداخل والخارج، وأصبح الآن ضباطا جدد وضحينا دماء جديدة في الجيش الوطني الليبي. مفتاح بنغازي أو بنغازي مفتاح ليبيا مباشرة بمجرد تحرير منطقة جوفوزة والورشة وغيرها من المناطق وصلنا إلى السيطرة على منطقة الهلال النفطي. سيطرنا الآن على منطقة الهلال النفطي وسيطرنا على منطقة الجنوب بالكامل وعلى جنوب غرب طرابلس ومنطقة غرب طرابلس بالكامل، وقسمنا ليبيا إلى 12 منطقة عسكرية الآن تعمل منها 10 مناطق بشكل طبيعي جدا. والآن تفتح مراكز الليب في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. أود أن أشير إلى أن الجيش الليبي ليس جيش وليد هذه اللحظة أو كما يدعي أعداء ليبيا، وذلك باحتمال تعبير إعادة بناء الجيش الليبي أو بناء الجيش الليبي. الجيش الليبي له آلاف السنين، وقد ذكرت في 1805 عندما أغرقت مجموعة ليبية بارجة أمريكية في البحر المتوسط وفرض الجزية على البلاد ملاحة في البحر المتوسط، وبعد ذلك جاءت إيطاليا وضاقت من المجاهدين الليبيين الذين كانوا في التنظيمات العسكرية، ضاقت من المدويل حتى رحلوا عن ليبيا، وبعد ذلك بدأ بناء وتأسيس أو إعادة تنظيم الجيش الليبي في منطقة أبو رواش في القاهرة في سنة 1940 بالتحديد 9 أغسطس 1940. هذا الجيش العريض وهذا الجيش القوي هو الذي سيبني الدولة وسيعيد هيبة الدولة الليبية. لماذا؟ لأنه تأسس في 1940 قبل أن تنال ليبيا استقلالها. هذا الجيش الوحيد في العالم الذي شكل قبل تشكيل الدولة أو قبل احتلال الدولة. واليوم الجيش قوي قبل كل مؤسسة الدولة بما فيها التشريعية والتنفيذية الآن والصراع السياسي. بالنسبة للموضوع السياسي في ليبيا، لا أريد أن أقول في الجوانب السياسية، هذه ليست من اختصاصي وليست من صلاحياتي التحدث في السياسة، ولا سأتحدث في السياسة التي تخص القوات المسلحة أو القوات المسلحة طرفا في هذه السياسة. بدأت المبادرات الدولية تنهال على ليبيا، وكل يأمل أن يؤخذ رأيه في هذه المبادرات، ونحن دائما كنا نرفض كقيادة عامة القوات المسلحة الدخول أو الولوج في هذه الحوارات والمفاوضات الداخلية والخارجية. لماذا؟ لأن لا يمكن أبدا لقوات تقاتل إرهاب، إرهابيين يطلعون الروس يلعبون بها الكرة، يقومون بحرق جثث بتقطيعها بقتل نسائنا وأطفالنا، لا يمكن أبدا أن نتحول إلى سأسة بعد هذه المعركة ولا تنتهي المعركة بعد. لدينا يورق معركة كبيرة جدا، أننا وبالتحديد الآن نقاتل في دول أصبحت ليبيا فيها معركة أخرى غير مرئية. إذا لم نقصد نفوذ الدولة الليبية على قيمها الجغرافي ستكون هناك خسائر أخرى للشعب الليبي. ليبيا مصلحا لمعركة دولية على النفط والغاز. ليبيا مصلحا دوليا لمعركة على النفوذ العسكري على الأرض وإيجاد منطقة خلف القوة العربية الغالبة وهي الجيش المصري. أقول بكل صراحة، نحن الآن نقاتل ليس من أجل أمن وسلامة الأرض الليبية فقط، بل نقاتل من أجل سلامة المنطقة الليبية وكل العالم. هؤلاء الإرهابيين في بلوط مقتنهم من ليبيا جعلوها نقطة انطلاق أو منطقة انطلاق وارتكاز
لأهداف أخرى قد تصل إلى هذه القاعة. هؤلاء المجرمين وصلوا إلى باريس وبلجيكا ووصلوا وسط أوروبا وغيرها من المناطق، ولا زالوا يحاولون الوصول إلى مناطق أخرى. بما لو تحصلوا على أكثر من 2 مليون تحصلوا على جبال الذهب في الجنوب، وتحصلوا على المياه العذبة التي تصدر الخارج، وتحصلوا على شمس ليبيا ورمالها، لكان لديهم ثروة هائلة يستطيعون بها شراء الذمم وشراء الأسلحة الفتاكة ونقلها إلى حيث يريدون. وبالتالي هذه المعركة التي قلناها هي معركة ليست وطنية، لقد انتهى عهد المعركة الوطنية الآن. هذه معركة دولية بامتياز قدناها نيابة عن العالم، ونجحنا في ذلك لأننا مؤمنين بالقضية نقاتل من أجلها. حوار السيارات لم ندخل في حوار السيارات على الإطلاق، لا يوجد لدينا مندوب عن القيادة العامة. كانت المفاوضات باسم البرلمان الليبي، والبرلمان الليبي هو من أعطانا الشرعية بعد ذلك. نحن تأسسنا قبل البرلمان الليبي وأنجحنا انتخابات البرلمان الليبي، والبرلمان بعد ذلك اعتمد على القيادة العامة وتم إصدار قوانين خاصة بذلك. ولكن كان لم ندخل في المفاوضات، وكان البرلمان هو الذي يفاوض بلجنة مشكلة البرلمان، ونحن نرفض البرلمان. ولكن للأسف نتائج حوار السيارات أصدرت أو قدرت في ليبيا حكومة بصاية تدار من الغرب بشكل مباشر، وأصبحت الشرعية تؤخذ من الغرب ولا تؤخذ من البرلمان الليبي. أول من طرق حوار السيارات هم الأوروبيين والأمريكان، وحتى العرب طرقوا حوار السيارات. لماذا؟ حوار السيارات يقول يشكل مجلس رئاسي توافقي، يعني هم الليبيين متوافقين عليه. ثانيا، كل ما يصدر عن هذا المجلس وهذا المجلس يجب أن يمر من تحت قبة البرلمان. ولكن للأسف لم يمر من تحت قبة البرلمان، ولم يأخذ الثقة من البرلمان الليبي، ولم اعترف فيه البرلمان الليبي، والبرلمان طالب بإعادة مناقشة بعض النقاط وإعادة صياغة بعض المواد، ولكن العالم سرعان ما اعترف بهذا المجلس، وأصبح يستقبل استقبال الرئيس ووزير الخارجية، ويستقبل استقبال الأطفال، وهو لا يملك شيء من الأرض الليبية، ولكن يعتمد على دعاية مثل دعاية داعش الإعلامية، البروباغندا الإعلامية، هو يمتلك نفس هذه الآلة ويقدم نفسه أنه مسيطر على الأراضي الليبية، حتى أن السفارة الليبية في موسكو الآن دخل هذا المجلس أو مكلفة بالسفارة الليبية، دخل السفارة بمافيا ولم يدخلها بإجراءات دبلوماسية. إذن من الذي اخترق حوار السيارات؟ ليس الليبيين أول ما اخترق حوار السيارات. إذن التدخل الأجنبي في ليبيا هو من أساء إلى الشعب الليبي، هو من دمر الحياة في ليبيا، وخاصة تدخل دولة قطر ودولة السودان ودولة تركيا. وأقول لكم صراحة، كل من عاد الشعب الليبي يجب أن يتركون في هذه القاعة الموقعة. نحن بعد ذلك فشل حوار السيارات في الداخل، سرعت جلسين إلى العلاقات البحرية في 2006. بدأت دول أخرى صديقة ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وأحيي الرئيس السيسي في هذه اللحظة على تكليف لجنة لدراسة الأزمة الليبية والخروج بمخرج لهذه الأزمة. وكلف السيد محمود حجازي، الطريق محمود حجازي الذي كان في المتابعة. وتواصلنا مع هذه اللجنة احتراما وتقديرا لدور مصر التاريخي مع ليبيا. بعد ذلك جاءتنا دعوة أخرى من السادة في دولة الإمارات العربية، ولبينا الدعوة تقديرا للإمارات ونعرف نوايا هذه الدولة. وقال سيدي المشير خليفة بلاس الحوثر مع السيد فايز السراج. فايز السراج لم يطلب شيئا من القائد العام إلا شيء واحد، طلب التهدية حول قاعدة ثمن هند جوية في سبها. كنا نحاصر هذه القاعدة، وكان داخل هذه القاعدة تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة أحمد الحسناوي وبالحاج وغيرها من الأسماء. وقامنا على التهدية، وطلبنا منه وشرطنا عليه شروط للدخول في حل شامل في ليبيا، ووافق على هذه الشروط. أولا، تكوين مجلس رئاسي توافقي من رئيس ونائبين فقط، رئيس يمثل المجلس الرئاسي الحالي أو مجلس السراج،
رئيس او نائب هو رئيس يمثل البرلمان الليبي ومنتوب على القياده العامه. وبعد ذلك تشكل حكومه ويتم انهاء الدستور ويتم انتخابات حره نزيهه. النقطه الثانيه وهي حل جميع الميليشيات في ليبيا وخاصه في طرابلس التي استند عليها السراج في اتفاق الصحيفات. يقول الاتفاق ان السراج يحل جميع الميليشيات، ولكن للاسف عند وصولنا لطرابلس شرعنا هذه الميليشيات بما يعرف بالحرس القياسي. ووافق السراج على حل كل الميليشيات. كذلك عدم وجود اي جسم موازي للقوات المسلحه العربيه الليبيه واخراج المؤسسه العسكريه من ايقون السياسه النهائيه. ووافق السراج على ذلك. ولكن مجرد وصوله الى طرابلس تغيرت كل المعطيات. من موسكو إذن العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي يتحدث في معرض حديثه عن الجهود التي يبذلها الجيش الليبي في سبيل استعادة بناء الدولة الليبية، ومتحدثا كذلك عن التقسيم المناطقي للجيش، حيث تم تقسيم ليبيا إلى 12 منطقة عسكرية يشرف عليها الجيش الليبي، موجها التحية كذلك لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الفريق محمود حجازي بملف الأزمة الليبية بإدارة شؤون هذا الملف. ثم تحدث كذلك عن أن ليبيا صارت بؤرة يتكالب عليها الجميع من كل حدب وصوب، وأشار كذلك إلى حجم المبادرات التي انهالت على ليبيا لأجل الوصول إلى تسوية للأزمة في بلاده، وقال إن الكل كان لديه الرغبة في الاستعانة برأيه. وتحدث كذلك عن أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وقال إن فيه خطرا شديدا على الجميع بما فيهم كذلك مصر، لأن الساعين إلى محاولة الاعتداء على مصر قد يستخدمون ليبيا، وبالتالي فإن الجيش الليبي لا يخوض معركة للدفاع عن ليبيا فحسب، وإنما للدفاع عن العالم بأسرها الآن.